شاهدنا ناس أتوا يعني اغتصبوا بناتهم أمامهم، وشاهدنا رجال اغتصبوا أمام نساء، وشاهدنا نساء اغتصبنا أمام أزواجهم، وشاهدنا أبناء اغتصبوا أمام آباء. هذا اللي جرى في أبو غريب. أنا وقفت هذه الوقفة وكنت أرتدي هذه البطانية، والبطانية قدمتها للمحامي في أمريكا لما رفعت دعوى. كنت محتفظ فيها؟ نعم كنت خرجت بها عن هذه البطانية. فأنا وقفت هذه الوقفة وغيري وقف هذه الوقفة في هذا المكان، لأنه هذا الصندوق الأمريكي فود تجي تقف عليه وتربط على الكهرباء. في إحدى المرات عضيت لساني نتيجة الصعق بالكهرباء، فبدأ الدم يطلع من استدعوا دكتور، فالدكتور فتح فمي بالحذاء ووجد أن الدم يسيل من لساني وليس من معدتي. طبعا هذا الدكتور الشركات خلى بي مي وشاف، فقال لهم كونتينيو يعني استمروا. اعتقلوا إمام المسجد الكبير شيخ جمال نزال، وأتوا به مع 20 من أبنائه وأخوانه وأقاربه، وألبسوا المايول بكيني وهو عمره 80 سنة، ووضعوا ماء في الأرض ويسحقون الأرض ويشغلوا له موسيقى. هو لا يرقص الرجل، لكنه يقفز من تأثير الكهرباء عليه. فكانوا هذا أمام أخوانه وأبنائه وهو رجل كبير وفاضل. وعملية الصعق بالكهرباء أيضا ما أنساها اللي مريت بها، لأنه كنت أحس كأنما شرار يطلع من عيوني. هناك كانت هي رحلة يعني بداية رحلة العذاب الشديدة جدا. أكو عندهم يسمونها حفلة الاستقبال للمعتقل. حفلة الاستقبال يبقى بها المعتقل عاري ومربوط على باب أحد الزنازين لفترة، هم يشوفونها يعني يقدرونها. فمن أصعب أنه بقيت 5 أيام مربوط على باب الزنزانة بدون أكل ولا 5 أيام مربوط على الباب. والربط يتم بطريقة بحيث الإنسان يرفع جسمه على أطراف أصابعه، بحيث من يحاول يرتاح يصير الضغط مع الكلبشات والأدوات ربطه بالزنزانة، يصير الضغط على أيديه وعلى أعصابه وعلى جسمه مما يسبب تورم. الإنسان حين يدخل سجن أبو غريب أو السجون الرئيسية في العراق وخاصة سجن أبو غريب، ينتهي علاقته بالجيش الأمريكي، يجد نفسه بيد مرتزقة الشركات، شركة تيتان جروب للترجمة وشركة كايسي اللي الآن تم تحويل اسمها إلى L3. هذه الشركات متعاقدة مع مرتزقة من كل العالم، من أجهزة أمنية ومن قتلة ومن مجرمين ومن دول الاتحاد السوفيتي المنهار ومن محققي جنوب أفريقيا أيام الفصل العنصري، ومن ضباط جيش وشرطة مطرودين من نتيجة يعني جرائم أو شيء. هؤلاء هم المرتزقة، هم المسؤولين عن حياة المعتقلين. مهمتهم انتزاع المعلومات من السجين وتقديمها إلى الجهات الحكومية الأمريكية.